اليوم اليوم ونحن مسلمون ونحن على مذهب الإمام مالك، الناس لا تريد أن تخرج من يعني التعصب الموجود في المدن وموجود في القرى شديد جدا، يعني شديد للغاية، ويصعب الخروج منه، يصعب. أنا أريد أن أتصور، أنا أريد الناس تتصور كيف أن الخروج من القبيلة ولا الخروج من المعتقدات صعب جدا، صعب للغاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت القبائل على أشد ما يكون من التعصب، وكانت تقيم الحروب على شعر وعلى كلمة، وربما تشعر قبيلة أخرى أنها استنقصها فتقيم الحروب، والذي يخرج من القبيلة كأنه مات. نعم. الذي تهجره القبيلة تقول له اذهب والله معاش نحميك، كأنه ميت، لأن أي قبيلة ثانية قد تستبيحه وتقتله. نعم. هذا مختصرا. وبالمناسبة حتى في مجتمعنا اليوم يكاد يكون الأمر هكذا، يعني من لم ينتمي إلى ينتمي إلى ذات شوكة كبيرة أو قبيلة كبيرة أو كتيبة كبيرة يأكل المالح. وكم من أبرياء الآن يقع عليهم الظلم والبغي والعدوان ولا بواكي لهم، لأنهم مساكين ما عندهمش قبيلة كبيرة، والله ما عندهمش كتيبة كبيرة، والله ما عندهمش يعني شوكة تحميهم يعني. فهذا الذي صاير. ففي الزمن الأول كانت الأمر فجاءهم النبي، انظر الآن الغربة كيف ستكون شديدة بكم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلكم أنتم وقبائلكم وآباءكم وأجدادكم وما تعتقدون باطل، ومن مات على هذا الباطل في النار. فجن جنون قريش، يعني كلام كبير، وقال لهم أنتم وآباءكم وعبد المطلب وفلان وفلان اللي كنتوا تعظموا فيهم راوا حطب جهنم، وكان أنتم بتمشوا على هذا الاعتقاد حطب جهنم. يعني أنت كأن جيل الليبيين اليوم، كأن أنا أريد تخيلها، بس كأن يجي واحد الآن يقول يا ليبيين ما تعتقدونه من أن الإسلام حق والعياذ بالله، أنا أريد أن أقرب الصورة بس، وأن مذهب الإمام مالك باطل، وأن والعياذ بالله الدين باطل، وصيامكم باطل، وآباءكم ماتوا على الكفر، وأنتم كان ما تطلعوش منه وتمشوا للدين الفلاني راوا كلكم على نار. كيف يكون ردة فعل الناس؟ صحيح صحيح، رد رهيب ولا لا؟ ما هو الناس تتصور ان الصحابه رضي الله عنهم عاشوا غربه بسيطه، عاشوا اشد انواع الغربه، غربه يعني اقرب ناس عاشوا الغربه اليهم شورى بنغازي اليوم. اللهم صل. قريبه منهم شويه شورى بنغازي اليوم. شورى بنغازي ليش؟ لان تكالبت عليهم الدنيا اليوم مساكين، ما علمنا عنهم الا خير، تبرأوا من داعش اكثر من تبرح اكثر منهم. بل قاتلوا داعش. صحيح. وداعش تكفرهم بالفيديوهات موجودة، تكفر شورى بنغازي وتكفرهم. تكالبوا عليهم واجتمع عليهم شرار أهل شرار الخلق، جابوا لهم السيسي وجابوا لهم الإمارات وجابوا لهم المرتزقة وجابوا لهم القصف وجابوا لهم يعني أراذل الناس من المجرمين والقتلة. ولما تشوف القضية أنت تشوفها بكل وضوح، ناس نعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، حفظة القرآن، وبنغازي تعرفهم مجوش من اسمه، تعرفهم بنغازي، لكن الإعلام المضلل هو الذي يوحي.